ازيكم؟ وحشتوني على قناة الحريم حصري مع سما مصري. زي ما انتوا شايفين كده انا في الجاكوزي، في الجاكوزي زي ما انتوا شايفين كده. الجاكوزي ده صورت لكم فيديو مره منه، بس الفيديو ده انا صورته انا موطيه صوتي عشان لو قللت صوت هيحصل ايه. صورت لكم فيديو مره بس كان على قناتي الاصليه بتاعت سما مصري. النهارده بقى هصور لكم فيديو اقول لكم انا جايه هنا ليه، واقول لكم فوائد المخرج ده ايه. اولا الستات لازم في الشهر من مرتين لثلاثه تنزلي المخرج او الجاكوزي. هقول لك فوائده ايه، انا بس عشان اعمل من بدري هوريكم جسم دلوقتي. بصوا بقى الناس اللي هتقول لي بقى ايه اللي انت لابساه فوق المايو ده، مش مايو. ليه بقى؟ عشان احنا معانا على القناه ستات فضليات محترمات ربات بيوت، يعني هو اللبس ده يعني كويس قوي يعني، ماشي؟ فدلوقتي يا جماعه ايه فايده بقى المخطص؟ انت قربي على امي شويه. ايه فايده المخطص بقى؟ ان انت بتنزليه في الشهر مرتين او ثلاثه للستات. ليه؟ احنا بنمشي في الشارع في مسامه مفتوحه بيدخل فيها تراب، بتعمل تحت الجلد حاجات مش نظيفه، فالجلد بيتوسخ. فلما بتيجي تنزلي فيه بتنزلي فيه تقريبا ساعه الا ربع، الميه بتاعته بتبقى سخنه، ده ميته غير عشان اعمل مزاج. فبيطلع حاجات من الجسم، انا ممكن اوريها لكم بس اوعوا تقرف عشان اعرف من بدري وجلد ميت بتاعي. دي مش قوي. بصوا مثلا كده شايفين الحاجات دي؟ دي حاجات مش نظيفه وجلد ميت. ده يطلع بايه بقى؟ مش انت في نفسك، لا يطلع بعد ما بتخلصي ده المفروض تجيبي ليفه مغربيه، ليفه مغربيه بتاعت الجاكوزي بتديها لك او بتجيبها بالصيدليه، بعد ما بتقعدي ساعه الا ربع في الميه السخنه بتقوم عاملاها لك، بيطلع لك بقى وجسمك بينور. اوعي تستعملي فوق ليفه حد، اوعي تستعملي ليفه حد. الليفه بتاعتك ولما بتخلصي تاخديها معاكي تحطيها في كيس وتحطيها في الفريزر، تفضل زي الفل تجيبيها المره الجايه، يا اما المره الجايه تجيبي واحده جديده. المهم ما تستعمليش ليفه حد، ليفه حد بس. واهم حاجه اللي بتعمليها تكون ست نظيفه عشان ما تتنقش يعني من القطه تتنقلها يعني ليها حاجات كده زي حمام التلات كده يا جميل، انت يعني معروفه يعني بس. فده مهم جدا، حبيت اقول لكم فوائده. وبينشط طبعا الدوره الدمويه وحلو قوي يعني الحمام الجاكوزي ده او المخص حلو قوي قوي، ينشط الدوره الدمويه وكده بس. فدي كانت نصيحتي للبنات، ما تستعمليش ليفه حد من مرتين لثلاثه في الشهر. الست التانيه بتبقى شاطره تقعدي كده ساعه الا ربع والميه تبقى ايه صح. بس بيبقى طبعا بتنزل هي اصلا، بصي بتنزل هي اصلا الحاجات دي بقى بتنزل ميه وكده. اتاكدي ان الميه دي نازله بيضاء سليمة مش نازلة متوسخة. معلش أنا عشان عارفين من بدري فقلت أصور الفيديو ده، أصور الفيديو ده وأبعته وأعمله لكم كده. يلا استنوا فيديوهات جديدة وحاجات جديدة على قناة الحياة الخاصة مع سما مصر. يلا بتكسر.